أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردتنا أيضا هذا السائل يقول: هل من وقع في الشرك الأكبر وهو جاهل وهو طوال عمره يفعل ذلك ومات عليه، هل يعذر بالجهل وما هي ضوابط العذر بالجهل؟ إذا كان يعيش منقطعا عن المسلمين ولا يسمع القرآن ولا يسمع شيئا عن الإسلام ولا عن الشرك، فهذا حكمه حتى مات، هذا حكمه حكم أصحاب الفترة الذين لم يبلغهم القرآن، لم تبلغهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، يكونوا من أصحاب الفترة. قد اختلف العلماء في حكمهم، فالأقرب والله أعلم أنه يبعث إليهم نبي يوم القيامة، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. أما حكمهم في الدنيا إذا ماتوا على الكفر وعلى الشرك، نعامله معاملة الكفار والمشركين، هذا حكمهم في الدنيا، حكمهم في الآخرة إلى الله عز وجل. أما من كان يعيش مع المسلمين ويسمع القرآن، يسمع الأحاديث ويسمع المحاضرات والدروس، لا سيما لما جاءت الإذاعات ودعات القرآن الكريم، صار يسمع هذه الأمور، فهذا قامت عليه الحجة ولا يعذر بالجهل، لأن الله جل وعلا قال: وأوحي إلى، قال للرسول صلى الله عليه وسلم: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يعني من بلغه القرآن وهو يفهم اللغة العربية التي نزل بها القرآن، فإنه إقامت عليه الحجة ولا عذر له، وليس بجاهل، لأن القرآن عربي ينهى عن الشرك، ينهى عن الكفر، ويتوعد المشركين بالخلود في النار وأنه لا يغفر لهم، فكيف لا يعرف الشرك ويسأل عنه، يبحث عن هذا الخطر العظيم؟ هو المقصر، هو المقصر، فلا يعذر بالجهل الأمور الظاهرة. أما الأمور الخفية التي لا يعلمها إلا العلماء، فهذه إذا وقع في شيء منها يعذر بالجهل حتى يسأل أهل العلم.